مساكم الله بالخير. اليوم السبت وموضوعنا كالعادة سياسي كل سبت. أهم حدثين هالأسبوع سياسيا هما زيارة الملك سلمان لمصر والاتفاقيات اللي تم إعلان عنها من ضمنها الجسر وموضوع الجزيرتين وترسيم الحدود. والموضوع الثاني هو لقاء الحوثيين مع السلطة اليمنية اللي مفترض يتم على أرض الكويت الأسبوع المقبل. راح أبدأ بالموضوع الثاني وهو مفاوضات الحوثيين واللي أظن أنها ستكون بغير جدوى. وسبب أن الحوثيين لا يؤمن لهم جانب، سنة 2011 استغلوا الثورة وقفزوا على بعد أن كانوا في صعدة أو في أجزاء من صعدة فقط، قفزوا إلى المحافظة المتاخمة للحدود السعودية والملاصقة للحدود السعودية وهي عاصمة الجوف، مستغلين الثورة اليمنية. هذا كان في سنة 2011 وفي مطلع 2014، وتحت شعارات المطالبة بتغيير المحافظ احتلوا محافظة عمران، وكانوا أيضا يطالبون بنفس الوقت بإقالة أو تنحية أحد القادة العسكريين. بعدين احتلوا المحافظة وأعدموا هذا القائد العسكري اللي كان أحد أهم مساعدي محسن الأحمر. وكان هذا أثناء الحوار اليمني وأثناء ما كان اليمنيين مجتمعين لمناقشة مستقبل اليمن. وفي نفس السنة وفي أواخر 2014 دعا الحوثي أنصاره للتظاهر في صنعاء بحجة الاعتراض على رفع أسعار المشتقات النفطية، ولكن على الرغم من أن الرئيس عبد الرب هادي عدل عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وأقال الحكومة إلا أنهم احتلوا العاصمة صنعاء. هذا يعني لا يؤمن لهم جانب، وأظن أن الخليجيين ودول الخليج مدركة هذا الأمر، لكن هي تريد توريط الحوثي بالمزيد من العهود والمواثيق اللي سينقضها لاحقا ليظهر شكله أمام المجتمع الدولي أنه لا عهد له ولا ميثاق. طبعا وقف إطلاق النار مفترض يبدأ غدا، والأسبوع المقبل تبدأ المفاوضات على أرض الكويت، وهو في اليوم الأخير قبل وقف إطلاق النار قام بالمزيد من التصعيد ليحصل على المزيد من المكاسب على الأرض اللي يفاوض عليها في الكويت. أما زيارة الملك سلمان لمصر ما فيها شيء جديد، مواقف الملك سلمان ثابتة تجاه مصر، والتخوين الذي يحاول البعض بثه في الشارع العربي عبر تفريق السعودية مع مصر ليس موجود إلا في أذهانهم. موقف السعودية تجاه مصر ثابت ولم يتغير، وقد أعلنه أكثر من مرة عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن سياسة المملكة لم تتغير ومواقفها لم تتغير تجاه مصر وتجاه السلطة الفلسطينية وتجاه كل القضايا الرئيسية في المنطقة. الأخوان المسلمين، تنظيم الأخوان المسلمين، أصدروا بيان شديد اللهجة يدين ويستنكر الاتفاقيات اللي وقعتها مصر مع السعودية ومع الملك سلمان بحجة أن السيسي تنازل عن حدود مصرية، لأن أحد الاتفاقيات كان ترسيم حدود بحرية بين السعودية ومصر، ومن ضمن هذه الحدود جزيرتي صنافير وتيران اللي تحتلان موقع استراتيجي مهم جدا، حيث هما تغلقان المضيق المؤدي إلى خليج العقبة واللي اطلع عليه ثلاث دول بالإضافة إلى الكيان الصهيوني، هما السعودية ومصر طبعا والأردن خليج العقبة بالإضافة إلى الكيان الصهيوني، كلهم طلون على هذا الخليج الصغير. هالجزيرتين تصنفهم بالأمم المتحدة تحت البند جيم، وهذا يعني أنهما منطقة منزوعة السلاح. هالجزيرتين كان احتلهم الكيان الصهيوني لما احتل سيناء، ولما ترك سيناء كانت جزيرتان مصنفتان ضمن المناطق الجغرافية جيم، وفيهم قوات حفظ سلام دولية على هالجزيرتين اللي هي القوات التابعة للأمم المتحدة. ويقال أن هذه الجزر كان أصلا متنازع عليها، لكن السعودية غضت الطرف
على هذا النزاع، وكذلك فعلت مصر بسبب أن هذه الجزر أصبحت جزء من الصراع العربي الإسرائيلي. ذلك تركت السعودية مصر ولم تنازعها على هذه الجزر حتى لا يستغل الكيان الصهيوني هذا النزاع ويدخل كطرف ثالث في هذا النزاع ويكون له حق في هذه الجزر. ويقال أنها كانت سعودية، ولكن السعودية اتفقت مع مصر على أن تدافع مصر عن هذه الأرض كجزء من دفاعها عن صحراء سيناء عندما تم احتلالها. المهم في كل الأحوال هي، أو في أقل أو أبعد الأحوال، هي جزر متنازع عليها بين السعودية ومصر. وهذه الجزر سبق وأن احتلها الكيان الصهيوني، وسواء كانت هذه الجزر للسعودية أو لمصر، المهم أن تم ذلك بالتراضي بين الدولتين. وهذا شيء مفرح ويزيد من اللحمة والوحدة الإسلامية والعربية في وقت نحن بأمس الحاجة إلى هذه اللحمة والوحدة. ولا يغيظ هذا الأمر إلا المصطادين بالماء العكر. وهذا البيان اللي أصدره تنظيم الإخوان أحرج كثيرا المؤيدين والتابعين لهذا التنظيم من السعوديين، لأنهم لم يستطيعوا الرد عليه وأصبحوا بين نارين، إما الرد على تنظيمهم اللي يتبعوا له أو تأييد تنظيمهم ضد دولتهم. عموما البيان ذيل بعبارة وقحة وسمجة وقبيحة جدا، قالت بكل صراحة وبجاحة أن التنظيم يقف أو يضع يده بيد أي طرف سيقف ضد النظام المصري. تخيلوا مدى بجاحة ووقاحة وقبح هذه العبارات. هذا البيان وهذه الأطراف اللي أصدرت هذا البيان هي اللي أثارت اللغط حول هالجزيرتين فقط. وإلا فمصر أصدرت بيان اليوم نشر في وسائل الإعلام أن الجزيرتان من حق السعودية وتابعتان للسعودية، والسعودية طبعا أراضيها ووقعت اتفاقية لترسيم هذه الأراضي الآن، مما يعني أن هناك توافق على هذه القضية. لا يغيظ هذا التوافق إلا أصحاب الأجندات الخاصة، وهم اللي أثاروا الموضوع واللغط حول هذا الموضوع اليومين اللي طافوا بسبب توقيع هذه الاتفاقية. وطبعا اللي أثارهم مو توقيع الاتفاقية، اللي أثارهم هو التقارب المصري، لأنهم قعدوا أشهر طويلة يروجون أن مصر انقلبت على السعودية وأن السعودية غضبانة على مصر وأن العلاقات متوترة. وزيارة الملك سلمان بددت كل هذه الأكاذيب خصوصا بجدولها الحافل. تقارب مصر مع السعودية باختصار هو تقارب أقوى قوة مالية في المنطقة مع أقوى قوة عسكرية، فأكبر احتياطي نفطي بالعالم، وإنتاج هو الأضخم في العالم لإنتاج اليومي النفطي للسعودية، متحالف ومتآلف مع أكبر وأقوى جيش عربي ومن أقوى 20 جيش في العالم. وهذا الأمر لا يغيظ إلا، أكررها مرة ثانية، أصحاب الأجندات الخاصة وأعداء الأمة. هذه كانت أهم المواضيع السياسية اللي تشغل الساحة السياسية لهذا الأسبوع، ونلتقي بموضوع سياسي الأسبوع المقبل إن شاء الله. هذه الخريطة صادرة سنة 1848 وموجودة بالكونغرس الأمريكي، تبين أن هذا الحد يفصل بين والسعودية، ويبين فيها بكل وضوح أن هذا الحد البحري اللي يفصل بين مصر والسعودية، والجزيرتين تابعين للسعودية كما هو. هذه واحدة من عدة خرائط توضح هذا الشيء موجودة في مكتبة الكونغرس الأمريكي. ومثل ما قلنا، لو أن هناك خلاف بين الدولتين أو نزاع على هذه الجزيرتين، فإن الدولتين ترفعوا عن هذا النزاع إذا كان جدلا في نزاع، وتفاهموا عليه وأجلوه إلى ما بعد مرحلة الصراع العربي الإسرائيلي، وتفاهموا عليه الحين، ورجع لكل ذي حق حقه. ومحاولات الإخوان بشق الصف العربي ومهاجمة السعودية محاولات رخيصة ودنيئة، خصوصا في هذا الوقت، الوقت اللي تتقارب فيه أكبر وأهم دولتين عربيتين، بل وأهم دول العالم الإسلامي.